طب انت مش تناقض انه عندك كل هالوشوم على ايديك بس ما بتلبسي بلوزه حفر او شورت؟ ما خاص هاي بها، يعني انا ما بعرف اعبر عن مشاعري فبحطهم بايدي. شو بيقولوا ايديك؟ لا حكم عليها. شو كمان؟ هاي اللي مثلا هاي اختي وامي وبابا وانا، هاي العائله. الباقي انسى، هودي قصص حلوين. الباقي كونوا يعني الشخصيه. لما انطلب منك تنازل بيتعلق باللبس مقابل توقيع عقود حفلات طبعاً او فرص فنيه؟ طبعاً. شو انطلب منك؟ يعني قصر. اوه هيدا كان الشرط؟ شو جوابك؟ ما بدي الشغل يعني ما بيهمني. حتى لو كنت واقعه بازمه ماليه ما تاخذيني. انا اكثر وحده من هالعالم اللي على التيك توك فيها تطلع لايف وينزلوا لها دعم اكثر من العالم كله يعني، عرفتي؟ بس انه ما بدي، مش لانه معي المبلغ الكافي اللي انا اكون مرتاحه وما افتح لايف، لا، لانه مثل ما تفضل وحكى في كثير اشياء غير بتضلك بعزه نفسك وبكرامتك وباصولك ومحترمه، ولا بتفوتي على حدا ولا حدا بفوت عليك، بتقدر تطلعي يعني انعرض عليك تقصري؟ وما وقعت العقد؟ لا لا لا. شو قلتي؟ ما بدي اياه للشغل، يعني ما بهمني. هيك كان جوابي؟ ايه ما بدي اياه. يعني مش انه مثلا ممكن الاقي حال، انا ما بقى بدي، لو بدهم يشاوروني بالمطرح ما بقى بدي. مصطفى بالدراما الاغواء الانثوي اليوم هو جسر للوصول او ورقه رابحه بس مؤقته؟ بتصدقي انه هذا السؤال بالتحديد ما عندي جواب له، لانه حقيقه اذا بدي اقول لك انه لا، وهو بالعموم لازم يكون لا، وكثير لا، لازم ما لا صناع المسلسلات ولا صناع الفن حتى يفكروا بهذا الشيء. اذا الشخصيه تتطلب انه الانثى او الممثله تلبس هذا اللبس فتلبسه، اذا لا لا. اما انه نفكر كيف بدنا نلبس ونطوع الممثله انه تلبس قصير بس لتجيب مشاهدات، هذا الفكر غلط وبوجهه نظري مؤذي وغير كل شيء قيم ومبادئ حكى عن الفن، لانه بنكون كبيناها برا نحن اذا هيك سوينا. اما لغه عصر للاسف صارت لغه عصر، انا ما بنتمي لها ولا بحب شارك باعمال فنيه تنتمي لهذا الشيء. بحب العمل الفني لاجل العمل الفني وبس. بس هي واقع ما فينا ننكره للاسف، بكون عم بضحك على حالي اذا بقول لك.